تمكنت فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات من توقيف 3 أشخاص، من بينهم شخص مسبوق قضائيا يحوز على سلاح ناري من الصنف 5 يستعمله في ترهيب المواطنين، متورط في قضايا إجرامية متعددة منها الاختطاف والحجز دون الإذن من السلطات، التعذيب والتهديد بالقتل باستعمال سلاح ناري، كونه أيضا محل أمر بالقبض من طرف محكمة البيض في قضايا أخرى.